لمناقشة الانفلات الأمني في محافظة ديالى ودفع المدنيين العزل ثمن فوضى سلاح وتمادي الميليشيات في جرائمها ضد المدنيين العزل، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، مرحبا بكم عبر سكايب. أستاذ عبد القادر، العثور على جثة قرب نهر ديالى، أيضا هناك شخص آخر اغتالته الميليشيات في قرية أبو حصيوة في المقدادية، أين الدولة من جرائم الميليشيات أستاذ عبد القادر؟ من المعلوم تماما انه في كل رمضان في كل عام لمده 17 عاما تتعرض ديالى الى مجازر حقيقيه وبطريقه ممنهجه، بالتالي ما يحدث الان هو تواطؤ حكومي وغطاء كامل من الحكومه، لان الحكومه هدفها التغيير الديموغرافي في مناطق معينه، وبالتالي هي قامت على هذه القضيه بالتوافق مع ايران بإطلاق يد الميليشيات نحو إديالة وحزام بغداد وما يجري في سمراء الآن وما جرى قبل يومين في أبو غريب، كله حقيقة يهدف إلى التغيير الديموغرافي بطريقة واضحة تماما. يعني شهدنا في العام الماضي وقبله مجازر بحق المصلين داخل مساجدهم في إديالة، بسبب اليوم لا يوجد هناك مصلين، بدأوا بعمليات قصف الهاون للمناطق أثناء الفطور أو عمليات الاغتيالات الممنهجة التي تجري، كلها حقيقة تريد الدفع بالأهالي لترك مناطقهم وقراهم، بغية تهجيرهم وإحلال سكان بدل منهم، وهذا هو مشروع حقيقي واضح تماما لإيران، يد واضح تماما، لا سيما أن ديالى هي المنفذ والطريق الأساسي إلى بغداد، وهي أقصر الطرق من إيران إلى بغداد، لذلك اتخذوها حقيقة في أكبر عملية تغيير ديموغرافي وأكبر جريمة يشهدها التاريخ حقيقة بحق سكان أهالي ديالى. طيب. الذين يشكلون حقيقة خاصرة مهمة للعراقيين عموما ولهذه المناطق بصورة خاصة. أستاذ عبد القادر، تصريح لأحد أعضاء مجلس عشائر ديالى يقول بأن تدهور الوضع الأمني مرتبط بالأزمة السياسية الحالية، هل هذا الطرح صحيح نوعا ما؟ يعني نوعا ما بالتأكيد، يعني الأزمة السياسية الحالية كلما كانت هناك أزمة سياسية ذهبوا باتجاه استهداف ديالى، لكن ما يجري حقيقة في ديالى هو مشروع متكامل كما أسلفنا للتغيير الديموغرافي، لذلك حقيقة ما ينشط في ديالى هي ميليشيات بدر التي تحاول قتل المواطنين بطريقة واضحة تماما، ولذلك لأنه محافظها التميمي هو من قياديات بدر، فهو يطلق يد هذه الميليشيات المتنفذة بسجونها والمتنفذة بوجودها في كل مفاصل الأجهزة الأمنية، سواء الشرطة والجيش أو الحشد وما إلى ذلك من التشكيلات التي تستهدف ديالى، لذلك حقيقة بصمات إيران واضحة، وبالتالي المشروع لم يتغير في ديالى منذ 17 عاما. نعم. أمام تواطؤ بالكامل من الحكومة، أما الأزمات السياسية تنعكس لحقيقة استغلال هذا التوقيتات حتى يتم فيها إقامة جريمتهم بدون تسليط ضوء إعلامي أو سياسي عليها، وبالتالي انشغال الجميع بهكذا أزمات لإطلاق يد الميليشيات، لكنهم في نهاية المحصلة هم يعمدون على قتل أهل ديالى، وبالتالي كذلك ما يحدث الآن من تركيز على سامراء على حزام بغداد في الطارمية في أبو غريب، كله هدفه واضح وكله برعاية حكومية بالكامل، لأن أجهزة الحكومة سواء من الجيش أو الشرطة هي التي تغطي حركة هؤلاء المجرمين، وبالتالي الشماعة جاهزة لتعليقها على أسماء أخرى من الإرهاب وغيرها. أستاذ عبد القادر، المتتبع للوضع الأمني العراقي يرى أن الحكومة يعني تؤشر على أنه تخفي حالات انفلات الأمني، يؤشر ذلك الذي تعيشه العراق في ظل الذي يعيش العراق في ظل انفلات السلاح وتراجع قبضة الدولة، لماذا هذا التستر والإخفاء من قبل الحكومة في بغداد؟ لأن الحكومة ترعى الجريمة المنظمة والجريمة الممنهجة التي تريد حقيقة من خلالها أنها تطلق يد الميليشيات، وإلا السؤال الذي يطرح نفسه، من الذي جعل السلاح منفلت بيد الميليشيات؟ ومن الذي اشترى هذا السلاح للميليشيات؟ ومن الذي جهزهم بسيارات حكومية؟ ومن الذي يسمح لهم بالتنقل ما بين حواجز التفتيش الحكومية؟ إنها الحكومة بالفعل، لذلك حقيقة هي تعمد على أن تعطي الوجه الثاني حتى لا يقول أن الحكومة هي التي تنفذ هذه العمليات بطريقة واضحة، ربما تشهد ضغطا دوليا لإيقاف جرائمها، ولذلك هي تريد أن تشعر الجميع بضعف
قبضت الدولة فهي التي قوت هذه الميليشيات وقوت هذه الجريمة، لأنها ترتبط بمشروع واضح وواحد مع إيران في سبيل التغيير الديمغرافي. لذلك حقيقة ما انتشر المشروع الإيراني في العراق سوى أن الآن الحكومات المتعاقبة، وهذه الحكومة أيضا جزءا حكومة الكاظمي، يعني جزءا من مسيرة الحكومات الماضية، في سبيل أن الإيرانيون يمتدون إلى سوريا. ولذلك اليوم شاهدنا بتصوير الميليشيات أنفسهم كيف يتنقلون من إيران إلى الأنبار، ثم يطمئنون الجميع بوصولهم إلى قاعدة الإمام علي في دير الزور الخاضعة لإيران وميليشياتها. لذلك حقيقة هذا كله لم يجري إلا بعد أن أمعنوا في أهل ديالة وفي المناطق من خلال الجريمة المنظمة الحكومية، وبالتالي أصبح الطريق سالكا لهم ليمارسوا أعمالهم وتنقلاتهم في مشروعهم. لذلك الحكومة أضعفت هي بطريقة ممنهجة أجهزة الدولة، لأنها لم تبني مؤسسات عسكرية أو أمنية، وبالتالي هي من دعمت تلك الميليشيات والعصابات والجريمة المنظمة بخطط إيرانية من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي نعيشها حاليا من خلال الانفلات الكامل للسلاح. وهذا الانفلات هو ممنهج برعاية حكومية، لأن المال العراقي هو الذي يزود هذه العصابات في عمليات إجرامها بحق المواطنين والأبرياء. أستاذ عبد القادر، على ذكر الأسلحة، هناك نزاعات عشائرية خاصة يعني في الآونة الأخيرة، نزاع بين العشائر في بغداد كما في البصرة خاصة، وفي محافظات الفرات الأوسط والجنوب تستخدم فيها أسلحة خفيفة وتصل إلى المتوسطة وأيضا الثقيلة. الحكومة تسارع بأنها هذه نزاعات عشائرية، لكن تعتقد هل أن القوات الحكومية والميليشيات لها اليد في هذه النزاعات أستاذ عبد القادر؟ هذه النزاعات نزاعات ميليشياوية هي هدفها حقيقة أن تعطي السلاح لتلك العشائر، والذين يستخدمون السلاح باسم العشائر هم ميليشيات منتمون ومتدربين إلى ميليشيات الحشد الشعبي. الغاية منها إشاعة الفوضى، وبالتالي أن توجد هناك مناطق رخوة ونزاعات يمكن أن تفرق المناطق والعشائر العربية فيما بينها، حتى لا يمكن أن تتوحد في سبيل القضاء أو في سبيل أن تنهض في طرد الميليشيات أو طرد النفوذ الإيراني داخل البصرة على سبيل المثال. لذلك هذه كله تجري حقيقة بخطط حكومية، والسلاح الموجود داخل هذه العشائر هو ليس سلاح العشائر، إنما هو سلاح الميليشيات الذي هي زودت تلك العناصر الموجودة داخل العشائر به، لأنهم يريدون حقيقة أن ينشغل الشعب العراقي بملفات كثيرة، ومنها ملفات النزاعات العشائرية، بغية عدم وحدة العشائر العربية والالتفات إلى ما يجري عليهم من مؤامرات ومن استهداف خطير في البصرة وغيرها من خلال انتشار المخدرات، نعم، من خلال تشييد أبنائهم، من خلال النفوذ الإيراني، من خلال السيطرة الإيرانية على مفاصل العمل الاجتماعي والحكومي والأمني والاقتصادي داخل محافظاتهم. بالتالي معلوم تماما أن العشائر قوة كبيرة، ويمكن من خلالها أن تستعيد مناطقها وأن تطرد أي نفوذ أجنبي. لذلك هم يريدون إشغالهم بهذه النزاعات حتى لا يلتفتوا إلى ما هو مطلوب منهم، نعم أستاذ عبد القادر، وطنيا عشائريا عربيا مجتمعيا، وبالتالي يمكن أن يكونون أداة لقلب الطاولة على المشروع الإيراني. لذلك هم يعمدون على إثارة هذه النزاعات بطريقة ممنهجة، والسلاح الموجود هو سلاح ميليشيات الحشد. عبر سكايب من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.